المفردات الخاصة لسيوة وأهلها كانت هي أفضل الوسائل اللي بتجذب السياح لقلب الواحد. كل إنسان بقى جاي منتقل من مكان لمكان، من بلد لبلد، بثقافته بعاداته وتقاليده وطباعه. لو كان في نفور من أهل المكان ده أكيد أنه هو مش هيبقى مستريح. مش مبسوط. سائحة سويسرية جت ضمن الجروب سياحي من 25 سنة ما رجعتش لغاية النهاردة، وكلنا عارفين قد ايه سويسرا جميله و... عاشت في سيوة، عاشت ما رجعتش لغايه النهارده. حسيت ده كمان ان شفت بعض الاجانب ماشيين بالعجل بالليل وفي امان والدنيا بسيطه بالنسبه لهم. اكيد، وبالعكس ده الاجانب اللي بيزوروا سيوة بيحسوا ان هم جايين وسط اهاليهم، وده هم بيستشعروه في كل حاجه. بيستشعروه في الامانه، بيستشعروه في سمو الاخلاق، بيستشعروه في الطبيعه. بالعكس ده هم دايما حتى بيقولوا افكارهم في تطوير سيوة. بالمناسبه يعني من كتر ما هم حاسين بالحميميه في المكان وان هم يعني حابين المكان بالظبط. كل شيء في سيوة مختلف، حتى الجبال نفسها مختلفة عن أي مكان تاني سواء في مصر أو برا مصر. المنطقة الجبلية حتى في سيوة مختلفة ومفرداتها أكثر اختلافاً. يعني إيه اللي بتشوفه في جبال سيوة تحديداً؟ واحد سيوة المركزية، لأنها مركز سيوة، مركز هو مدينة سيوة، بيحدها ثلاث جبال: جبل الدكرور ده واحد منهم، وجبل الموتى، وجبل قلعة شالي. شالي كلمة شالي باللغة الأمازيغية معناها مدينتي أو بلدتي. قلعة شالي بقت متهالكه متهدمه الى حد ما، بيحاولوا يحافظوا عليها الاثار. الصراحه عامله جهد جيد ان يحزم المنطقه دي ويمنع انهيارات الاجزاء منها. بالنسبه لجبل الموتى، جبل الموتى عبر مراحل من التاريخ للاسف، وطبعا كلوكيشن موقع متميز جدا، وفي دخله المدينه، دخله واحد سيوة، لكن للاسف الشديد عبر عصابات عبر التاريخ سرقت المومياوات اللي كانت هناك، وكان مع المومياوات كنوز واثار اخرى في مراحل معينه في التاريخ، الى ان اصبح خاوي. لكن هي فكرة دفن الموتى بهذا الشكل هي الغريبة جدا، فكان بيحفظ الأجساد أو الموميا نفسها لسنوات طويلة جدا جدا دون إجراءات التحنيط المتعارف عليها بشكل مبالغ فيه.